مكملين مع حضراتكم وفي لقطة يمكن صعبة جدا في الدوري البرازيلي، حكم بيطرد 9 لعيبة. لكن قبل ما نروح نرجع تاني للأستاذ ياسين سعد الله المتحدث الرسمي لفريق الوداد. أستاذ ياسين برحب بحضرتك على شاشة قناة النادي الأهلي. مرحبا بكم، مرحبا بكل الجماهير الاهلاويه وبنعزهم ونحبهم يعني كثير. ربنا يخلي حضرتك استاذ ياسين. طبعا زي ما احنا عارفين ان الوداد عنده بكره مباراه صعبه جدا امام مازيمبي، لكن الميزه ان هي تبقى ان شاء الله على ملعب محمد الخامس. فرص فريق الوداد بالرغم من انه في المركز التاسع وبعد 17 اسبوع ومتلقي 7 هزائم، هل ان شاء الله فريق الوداد قادر على حسم السوبر الافريقي رقم 26 لصالحه؟ شكرا استاذ. يعني هو الحقيقه يعني احنا بنمر بالازمه يعني من بعد نهائي كاس افريقيا ومشاركه في كاس العالم، كان هناك يعني كبوه فراغ او فتره فراغ عانينا منها يعني نحن، وكان عندنا فيها يعني مشاكل بين اللعيبه وبين الاداره التقنيه يعني الاطار الفني، وانتم عارفين كده اللي ادت ان يعني كان انفصال ما بين يعني الاداره التقنيه يعني الاستاذ عموته المدرب القدير عموته والنادي، فكان هذا يعني اثر علينا شيئا ما. فنتمنى ان شاء الله انه في الدورات الاخيره يعني الدورتين الاخيرتين كان الوداد يعني سجل صحوه، والحمد لله كل الجماهير يعني راضيه، المستوى بدا يجي يعني مع الاستاذ فوزي بن زرتي اللي اداله يعني الكتروشوك يعني استفاق نادي الوداد من غيبوبه بتاعه، وان شاء الله حيرجع. فبكره ان شاء الله احنا راهنين يعني مراهنين على انه ان شاء الله نحقق الكاس ونفرح المغاربه وتكون دي انطلاقه ان شاء الله للدورات الاياب عشان يكون لنا دور كبير ان شاء الله في الدوري. وانا كل امل ان بكره ان شاء الله حنحقق الانتصار ما دام انه انتصرنا على احسن فريق في العالم يعني في العالم العربي او في العالم الافريقي هو النادي الاهلي. ده شرف كبير اننا حققنا فوز معاه ضده، فيدينا بكره امام مازيمبي حنحقق انتصار ان شاء الله، وخاصه اننا نلعب في كازابلانكا يعني في الدار البيضاء وفي مركب محمد. طيب هسألك سؤالين مهمين جدا. اول حاجه، هل حضرتك شايف ان مشوار الوداد في الدوري وتذبذب النتائج والمركز اللي موجود فيه ومواجهة مازيمبي، هل دي مواجهتين منفصلتين وهل اللاعبين قادرين على الانفصال ما بين بطولة الدوري والسوبر؟ تاني حاجة، هل مبلغ اللي حضراتكم حصدتوه كحافز للاعبي الوداد مكافأة لكل لاعب 3000 دولار، هل حضرتك شايف ان الاثنين دول حافز اكبر للاعبي الوداد قبل مباراة غدا ان شاء الله؟ بالطبع يا استاذ، يعني الحمد لله يعني اللعيبه بدات تنضج، يعني عارفين ان الدوري مش هو الكاس يعني ومباريات الكاس وخاصه السوبر يعني بين بطلين بطل الشامبيونز ليج وبطل الاتحاد الافريقي، ف يعني عارفين ان هذا منفصل تماما عن الدوري، يعني الدوري في 30 مباراه وفي استعدادات ولاعبين ضد لعيبه مغاربه، لكن ده يعني المغاربه كلهم ملفوفين يعني وراء الوداد، والوداد حيمثل المغرب وحيمثل الكاس والصحوه الافريقيه اللي بيعملها المغرب يعني في كره القدم في مجال كره القدم. فكلنا عازمين ان شاء الله اننا نحقق وناكد على انه ما كانش يعني فوزنا بالتشامبيونز ليج كان يعني مجرد حادثه او مجرد حظ، بل طبعا هناك عمل اكيد. فان شاء الله والحافز يعني بتاع المنح يعني 30000 درهم يعني لان كاس السوبر عارفين يعني مباراه واحده، ف 30000 درهم يعني نحفز اللعيبه عشان يكون عندهم دافع معنوي ومادي عشان يحققوا الانتصار ان شاء الله. طيب.